التقطت كاميرا رؤيا أثناء جولة لأحد برامجها حالة طفل من ذوي الإعاقة، ويظهر في الفيديو الطفل الذي يبلغ من العمر نحو 11 عاما، وقد قام أهله بربطه من قدمه وعزله في إحدى الغرف المستقلة التي لا يسكنها أحد سواه قرب منزل ذويه. وبحسب ما حصلت عليه رؤيا من تفاصيل حول حالة الطفل، فقد تبين أنه يقطن الغرفة المشار إليها وتزوره والدته يوميا لغايات إطعامه، حيث تقوم بإرضاعه طبيعيا، فيما يبقى الطفل مربوطا ليلا ونهارا صيفا وشتاء.